أي من يريد توجيها لمن انتكس بعد توبته. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم أيها المسلمون آمين. على دينه وعلى قوله الثابت في حياتنا الدنيا وفي الآخرة. آمين. ومن بلي بالانتكاسة فهذا إما لملل وهذا ضعف في عقيدته وإيمانه، وإما لشماتته بغيره. فإن للأسف بعض الناس هجيراه وديدنه الشمات بغيره. فاحذر عبد الله أن تشمت بالعصاة أو تشمت بالفسقة والمفرطين، واحمد الله على أن ميزك، وسل ربك أن يثبتك، وجاهد نفسك إلى أن تعود إلى ما كنت عليه من حال الاستقامة والطاعة. والله جل وعلا يتولانا وإياك وجميع المسلمين بولايته، والله أكبر. اللهم آمين.